اقتربت معركة حلب من نهايتها مع انسحاب مقاتلي فصائل المعارضة من 6 أحياء شرقي المدينة بعد ساعات من سيطرة قوات النظام وحلفائها على حيي الشيخ سعيد والصالحين في أعقاب ليلة تخللها قصف عنيف. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة انسحبوا بشكل كامل من أحياء بستان القصر والكلاسة وكرم الضعضع والفردوس والجلوم وجسر الحج، وإنهم باتوا يسيطرون فقط على حيين رئيسيين. مصدر عسكري سوري أكد أن استعادة كامل المدينة باتت مسألة وقت، وأن المسلحين لم يعد أمامهم سوى خيار الاستسلام أو الموت. وستمثل استعادة السيطرة على كامل حلب أكبر انتصار للرئيس بشار الأسد منذ بدء الصراع.